منذ اللحظة التي أعلن فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله 3 نوفمبر من كل عام يوم العلم، أصبح هذا اليوم مناسبة وطنية عزيزة تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة بكل أطيافها ومؤسساتها ومواطنيها وحتى أيضاً المقيمين على أرضها، بل وتشهد البلاد كلها بشراً وشجراً وحجراً وأماكن ومؤسسات حالة كرنفالية عامة حيث كل شيء يرتدي العلم رمز الوفاء والانتماء. مشاهدين لهذا يتم الاحتفال بهذا اليوم عن طريق عمل مبادرات وطنية مختلفة ومتنوعة تعبر عن الحب والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وقد عبرت الشابة أريام الكعبي وعلي الكندي عن حبهم لهذا الوطن بعمل مبادرة 100 علم. وللحديث أكثر عن هذه المبادرة الوطنية نرحب بضيفتنا أريام الكعبي صاحبة مبادرة 100 علم. صباحك ورد وسعادة أريام، وكل عام وانت بخير. صباحكم ورد ووطن، لهاليوم مناسبة اليوم العلم. وبداية نتوجه نحن إدارة الفريق وإدارة المبادرة وجميع العاملين عليها باسم آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهم أصحاب سمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات وجميع المقيمين على الأرض بمناسبة يوم العلم الإماراتي. أكيد طبعاً أريام، الله يحفظهم ويحفظ جميع شيوخنا وحكامنا. أريام، في البداية حدثينا عن مبادرة 100 علم وأيضاً المشاركين معاك في هاي المبادرة. طبعاً مبادرة 100 علم فكرة وإنتاج أخوي أنا أريام الكعبي وأخوي علي الكندي. مبادرة 100 علم هاي مبادرة شخصية تطوعية، جمعنا كادر من الأطفال من جميع إمارات الدولة، وهاي المبادرة هدفها أن نوزع أعلام لكل المقيمين مواطني دولة الإمارات. وأيضا هاي المبادرة لها روح يعني غير، بأن هاي المناسبة مناسبة تاريخية، مناسبة جدا جميلة ونعتز فيها كأبناء زايد. صحيح أريام، يعني ما الهدف من قيامكم بعمل مثل هذه المبادرات ومن وين أتتكم هذه الفكرة وما هو المصدر؟ طبعا يسمى الفكرة هاي أن نحن كل سنة نشوف تكرار الفعاليات والأفكار، فحبينا نسوي شيء جديد بما نوزع علم دولة الإمارات على كل مقيم ومواطن في الدولة. هالهدف منا أن نعطي أهمية أكبر للعلم، وأيضا نوصل رسالة لكل شاب إماراتي بأن يطلع أفكار مبادرات عشان هالمناسبات الوطنية، وجميل جدا أن نحن نتطوع فداء للوطن. أكيد طبعاً أريام، تمثل مثل هذه الاحتفالات وأيضاً المشاركات الوطنية في يوم العلم يوم أو روح الانتماء والإخلاص والعطاء لهذا الوطن، ماذا يمثل هذا اليوم لأريام؟ طبعاً بشكل كبير يمثلني أنا، لأن أنا من جانب القيادي، أنا أحب القيادة بشكل كبير، وهالشيء أنا أعتز فيه أني أنا أمثل كأحد مبادرات رسمية في الدولة وأطلع بصورة مشرقة. صحيح أريام، هو يوم العلم أكيد تجديد، خلينا نقول لي الولاء للقيادة ولأرض دولة الإمارات وأيضا لأنفسنا، ولكن في يوم العلم ما تشعرين بأن عندك مسؤولية اتجاه هذا الوطن ومخططات تبين تقدمينها لأرض الوطن؟ لدينا الكثير من المخططات بجانب من هالمبادرات اللي أنا أتطوع من أجلها، مخططات هي تكون قيادية أو مخططات تكون تطوعية، إن علشان نوصل رسالة حب ووفاء من أبناء زايد للشعب الإماراتي وأيضا الشعب العربي. طبعا نحن كمبادرات نحن نعمل على هالمبادرات علشان نوصل اسم تاريخ دولة الإمارات أنه تاريخ
جدا متنوع. تاريخ يجب على كل مواطن شاب إماراتي بأنه يكون مفكر في هالأفكار عشان إنه يطلع بمبادرات جديدة، يطلع بأساليب جديدة، يستخدم أشياء جديدة علشان نطلع بصورة مشرقة في هالمبادرات اللي نحن نسويها، وخاصة إنها تطلع من أبناء دولة الإمارات. أكيد طبعاً أريام، كيف تشوفين مثل هذه المبادرات يمكن تعزز وقد تعزز أكيد الروح الوطنية والانتماء لدى المواطنين وأكيد لديك كشابة وامرأة إماراتية؟ طبعاً هاي تعزز لأن نحن كأبناء الإمارات نتماسك بإيد واحدة وننتج العمل، ويكون عندنا يعني اتفاقية وكل واحد يطرح أفكاره، فهذا تعزز التعاون بين أولاً أفراد أبناء وشباب الإمارات، وثانياً تعزز روح الوطنية قلب كل شاب إماراتي. صحيح أريام، كل شخص ناجح يرسم مخططاته للعام المقبل، ليوم العلم 2021 أريام ماذا بتكون حققت في خلال هذا العام أو الـ 12 شهر اللي بيمرون؟ إن شاء الله بإذن الله أريام لديها مخططات كثيرة، مخططات مستقبلية ناجحة بإذن الله بالتعاون مع نخبة من الشباب والشابات الإماراتيات. طبعاً كمبادرات أريام الآن تشتغل على مبادرات اليوم الوطني، وإن شاء الله قريباً راح تشوفونها بإذن الله في حسابات التواصل الاجتماعي وأيضاً حساب الرسمي للفريق التابع لي. طبعاً مبادراتها جدا متنوعة، تحب تستغل مهارات الشباب، مهارات الشباب اللي هي مهارات هل هي تكون ابتكارية أو فنية أو قيادية، تجمعهم مع بعض وتبتكر أفكار مبادرات جديدة علشان تطلع بصورة مشرقة ومتميزة بإذن الله. أكيد إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يا أريام، أكيد يعطيك العافية، كنتي ويانا عبر تطبيق زوم أريام الكعبي، شكرا لك ويومك سعيد. شكرا لكم على هالاستضافة، وأتمنى لكم كل التوفيق. كل الشكر لك على هذه المبادرة الجميلة.